شكراً. يستيقظ أحمد كل يوم في الصباح ليجد أمه قد أعدت طعام الإفطار له ولإخوته، جهزت ملابسه نظيفة ومعلقة على الشماعة. يبدو على الأم الإرهاق، ولكنها مبتسمة وسعيدة بدورها كأم. يذهب أحمد بعد ذلك إلى المدرسة، يستمع لشرح مدرسيه. يلاحظ أن عمال النظافة بالمدرسة يقومون بعملهم في هدوء، ليجد التلاميذ ملعب المدرسة نظيفاً دائماً. في المساء قبل أن ينام أحمد، ظل يفكر كثيراً. هناك العديد من الأشخاص في حياته يقومون بأدوار مهمة جداً، ومن الواجب عليه أن يكافئهم ليشعرهم بتقديره لتلك الأعمال وتأثيرها عليه. ولكن للأسف ليس معه مال كاف لشراء هدايا لكل هؤلاء الأشخاص. ودون أن يشعر، استغرق أحمد في النوم ورأسه منشغل بتلك الأفكار. في صباح اليوم التالي، وهو يجلس لتناول طعام الإفطار مع أسرته، أمسك أحمد بيد والدته، نظر إليها وقال: شكراً. فردت عليه الأم: على ما تشكرني؟ فقال لها: على كل شيء، فما تقومين به من أجلي ومن أجل إخوتي كل يوم لا يمكنني عده ولا حصره. تأثرت الأم بكلام أحمد وترقرقت الدموع في عينيها وابتسمت. حضنت صغيرها وهي تشعر بسعادة غامرة لتقديره ما تقوم به. فرح أحمد لأنه استطاع أن يسعد والدته بمجرد كلمة دون أن يحتاج إلى مال. أدرك أحمد أن مجرد الشكر يشعر الآخرين بتقديره لهم وبجهدهم. حينها قرر أحمد أنه سيشكر الجميع على كل شيء، حتى ولو كان عملا صغيرا، ليعبر لهم عن امتنانه.